كانت مباريات الموسم السادس بعد الخمسون من المسابقة العريقة قد عادت أمس بلقاء الجونة ودمنهور والأهلي والشرطة بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لخوض لقاءي بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2015. على ملعبه بالغردقة افتتح الجونة مباريات الجولة الخامسة بتعادل سلبي مع دمنهور ليرتفع رصيد الفريقين الى 30 نقاط في المركزين 15 و16 على الترتيب. اما على ملعب القاهرة الدولي فقد تجاوز الاهلي خسارة الرجاء في الجولة الماضية وعاد لبطولته المفضلة بمنتهى القوة عندما حقق فوزا عريضا على ضيفه اتحاد الشرطة ب3 أهداف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الافتتاحية. وليد سليمان فرض نفسه كنجم اول للقاء عندما صنع الهدف الاول لزميله الواعد عمرو جمال في 14، ثم ضاعف فارس المسابقة الاول النتيجة بهدف عكسي سجله يحيى توري لاعب الشرطة في شباك فريقه قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الاول. في الشوط الثاني واصل سليمان تألقه وسجل الهدف الثالث في 67 بمهارة فائقة أكد بها قدرته على قيادة الفريق وحمل عصا المايسترو بعد اعتزال النجم الكبير محمد أبو تريكة. هذا ويشهد اليوم الثاني للجولة الخامسة 3 مواجهات أخرى منها لقاء الشقيقين حرس الحدود وطلائع الجيش بالإسكندرية في 15:15 في نفس التوقيت. يواجه المصري فريق النصر الصاعد بينما يختتم إنبي مواجهات هذا اليوم في 7:30 مساء بلقاء الرجاء المفاجأة السارة للموسم الحالي.